أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتيم سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يخبر الله تبارك وتعالى أنه المالك للسماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، فكل شيء في الوجود يتصوره عقلك أيها الإنسان هو ملك لله تبارك وتعالى، وأنت أيها الإنسان من ضمن ملك الله تبارك وتعالى يتصرف فيك كما يشاء، سواء صدقت بذلك أو لم تصدق فهو المتصرف فيك. ولذلك قالوا إن الكافر أيضا هو عبد لله، ولكن عبوديته اضطرارية يعني إجبارية وليست اختيارية. المؤمن هو اختار طاعة الله، فالعبودية الاختيارية يخلق الله الإنسان كما يشاء، ذكر أنثى، طويل قصير أسمر، يخلق قلبه بهذا الشكل، تنفسه بهذا الشكل، حياته كذا، موته في مكان كذا أو في ساعة كذا، كل هذا يتصرف به الله، ولا يملك العبد أبدا أي مخالفة لله تبارك وتعالى، لأنه خاضع لله رغم أنفه خلقا وإيجادا وإعداما. وأما المؤمن فهو يؤمن اختيارا بأن الطاعة والخضوع لله، فيتحرر عن العبودية لغير الله تبارك وتعالى. وهنا يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه طالما المخالق لكل ما في السماوات والأرض والمالك لها ولمن فيها، فهو المتصرف بها وبمن فيها. وإذا كان يتصرف فيها فهو لا تخفى عليه خافية في هذه السماوات والأرض وكل المخلوقات التي فيها، وإن دقت وإن خفيت علينا فهي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى، فإنه خالق السر وأخفى من السر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولهذا عندما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها المسلمون أو فهم منها المسلمون أنها تشمل خلجات النفوس والوساوس والخواطر التي تخطر للإنسان على باله عن غير قصد، فربما خطر بباله أشياء لا يجوز أن يعني يعتقدها أو يقولها، فإذا كان سيحاسب عليها فهذا أمر خطير جدا، خافوا من ذلك ومن شدة إيمانهم فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء إلى آخر الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جثوا على الركب، يعني من خوف من الله
نزلوا على ركبهم على الأرض ثم جسوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، يعني كلفنا الله أعمال نستطيع أن نعملها ونقوم بها، وهذه الآية لا نطيقها. كلفنا الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والصدقة وقد أنزلت علينا هذه عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني لا نستطيع أن ندفع الوساوس عنا، لا نستطيع أن نتحمل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا، يعني قال الصحابة رضوان الله عليهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية. روى هذا الحديث مسلم وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا كلمة نسخها لا يعني أنه ألغى معناها نهائيا، لا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلقون على كل حكم من الأحكام إذا عدل أو فسر يسمونه نسخا، وهم يفهمون النسخ الكلي والنسخ الجزئي، ولكن متأخرون يطلقون كلمة النسخ على إزالة الحكم كليا، أنزل الله حكما تشريعيا ثم نسخه ألغاه. مثلا كان هناك الزنا، المرأة تحبس في البيت، فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإذا حبست المرأة الزانية في البيت لم تستطع أن يصل إليها الرجل ليزني بها فتنتهي مشكلة الزنا. أما الرجل قال فآذوهما، الرجال الذين يزنون اضربوهم، طبعا ما يحبسون في البيوت لأن الرجل سيشتغل ويعمل ويقدم لعياله، فلا يمكن أن يحبس في البيت، إذا حبس في البيت من يصرف على عياله؟ فهذا عقاب يكون له ولعياله؟ لا، فهذا العقاب مؤقت إلى أن نزلت سورة النور فنسخت هذا الحكم، فجاء قوله تعالى الزانية والزاني مثل بعضهم من الثلاث فاجلدوا، إذا كان عزاب من غير متزوجين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا طبعا أمره خطير لأنه يدخل النسل على غير صاحبه والعياذ بالله تعالى، وهذا فيه إفساد للنسل وإفساد للأسر. وبالمناسبة كان بعض الناس عندما كنت صغيرا يقولون إيه الإسلام يجلد الزاني 100 جلدة، يعني الجلد للحيوانات هذا ما يجوز. الإسلام يجلد من ارتكب ذنبا وكانت فاحشته معلنة فشهد عليه 4 شهود أو هو اعترف يعاقب بذلك لجريمته، يعاقب المجرم بالجلد. مع الأسف شهدنا في العصر الحاضر الحمم من الطيران الحربي يقصف الآمنين الساكنين من الأطفال والنساء والرجال في بيوتهم فتهدم عليهم بيوتهم. شهدنا أشخاص أيها الإخوة يأخذهم الأمن قال الذي لا يسمي نفسه إرهابي، يأخذهم الأمن فيجلدهم جلدا حتى يموتوا. شهدنا أشخاص جلدوا على ظهورهم حتى انسلخ الجلد من اللحم، وهذا ليس أمرا غريبا، لا، لأنه الطاغية فرعون ينبغي أن يحافظ على تسلطه فيجبر الناس ويرهبهم حتى يطيعوا، ثم في عصر الدجل لا يسمونه إرهاب. وينكرون على الإسلام أنه إذا جلد المجرم بالجلد 100 جلدة ليفرق على الجسم كله من أجل أن يرتدع هو وأمثاله فلا يقع في هذه الجريمة. فالإسلام يعاقب المجرم وهم يعاقبون البريء لأنه يطيع الله ولا يطيع دجالهم وطاغوتهم والعياذ بالله تعالى. انظروا إلى المفارقات، كم أبعدنا عن الإسلام وعن فهم الإسلام والعياذ بالله تعالى. فالله تبارك وتعالى يبين أن أنه المالك لما في السماوات وما في الأرض وأنه يعرف حقائق الأمور ودواخلها. فعندما اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله لهم في الآية التالية
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقصرت مفهوم هذه الآية ليس على كل ما في نفس الإنسان، إنما على الأفكار التي تخطر بالإنسان ليؤذي فيها غيره، أو على هدفه من هذا العمل، وهدفه هو في نفسه لا يطلع عليه أحد فسيعاقبه الله عليه. أما الخواطر التي تخطر في بال الإنسان لا يكلف الله بها نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنا كنت ذكرت قبل قليل أن بعض الصحابة قالوا عن هذه الآية نسخت الآية الأخرى، ولكن في الحقيقة هذا ليس نسخا، إنما هو تفسير وقصر الحكم على بعض أفراده. فالتكليف في الوسع هو ما يقصده الإنسان، هذا بوسعه، يقصد عمل الخير أو يقصد عمل الشر، ثم يعمل ظاهر عمله خير وهو يقصد الشر، فهذا سيعاقبه الله على ما في قلبه وفي نيته. أما إذا خطر بباله خاطر، خطر بباله أن يعني يفعل حرام أو كذا، ثم تراجع عن هذا الخاطر، فهذا لا يعاقب الله عليه، إلا إذا هم بالمعصية فسيعاقبه الله عليه كما سيأتي معنا في الأحاديث. إذن لا يؤاخذ الله النفس البشرية في مجرد ما جاء فيها. ثم تأتي الآية التالية فيقول الله تبارك وتعالى فيها: آمن الرسول، هذه الآيتين أواخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. لنذكر أيها الإخوة بعض الأحاديث التي وردت في فضل هاتين الآيتين الكريمتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة، لينتبه المسلمون إلى هاتين الآيتين ويتلوهما دائما المسلم، يذكره الله ويذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فيستفيد من هذه التذكرة. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه، يعني كفتاه في من الأعمال الصالحة الجيدة التي سيعطيه الله عليها أجرا عظيما في الآخرة. الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. إذن يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هاتين الآيتين، ولذلك ورد في الحديث السابق حديث البخاري: من قرأها في ليلته في بيته كفتاه. روى الترمذي عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ بهن، يعني بهاتين الآيتين، في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخر سورة البقرة. إذا قرأها في بيته ثلاث أيام ثلاث ليالي وراء بعضها لا يقرب بيته شيطان لمدة من الزمن. يقرأها وهو يمعن فيها ويفهم معنى الإيمان الحقيقي. نعم. روى مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، يعني جبريل سمع في السماء صوت، إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، يعني أول مرة يفتح هذا الباب من السماء. قال، يعني جبريل عليه السلام، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر يعني لك البشارة من أجل شيء عظيم جاءك تستبشر به. أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذين النورين
اللذين بشر بهما الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على الإكثار من قراءة وتلاوة خواتيم سورة البقرة بمعان وفهم، حتى نتحقق معنى الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى ورسوله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون آمنوا. صدق الرسول، الإيمان التصديق الجازم، صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن وجملة ما نزل فيه من الشرائع والأحكام هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، وصدق المؤمنون ذلك تصديقا جازما قاطعا. طبعا إذا كان واقعهم يكذب، إذا صدقوا أن هذا القرآن والأحكام الشرعية من عند الله يطيعونه، أما إذا كان لا يطيعون حكم الله، لا يريدون حكم الله، ويحاربون من يريد أن يحتكم لله ورسوله ويقاتلونهم ويدفعون الأموال من أجل محاربتهم، هؤلاء كذابين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول، كذابين. الإيمان بالرسول يصدق بالله، والرسول يصدقه العمل، والعمل هو تشجيع كل من عمل على تطبيق أمر الله وعلى الاحتكام لما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. في كل من المؤمنين عندهم أركان إيمانية خمسة نصت عليها الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الأول، الركن الأول من الإيمان، الإيمان بالله تعالى خالقا متصفا بكل صفة كمال ومنزها عن كل صفة نقص، وإذا كان هو الخالق فله أن يتصرف في خلقه، طالما خلق الخلق فهو مالكهم وهو المستحق لأن يتصرف فينا، أي أن نعبده ونطيعه فيما حكم، إن الحكم إلا لله. فإذا كذبنا ذلك أو لا نطيعه فهذا معنى ذلك أن إيماننا كاذب. إذن آمن الأول إيمان بالله تعالى وأنه الخالق وأن العبودية والطاعة له والتحرر من العبودية لغيره. الثاني، الإيمان بالملائكة الكرام، إذا كنا نؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو حق، والقرآن بيّن لنا أن الملائكة خلقهم الله وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، هكذا نص القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن المؤمن بالملائكة يؤمن بها كما أخبر القرآن، لا كما تقوله الدجالون والموسوسون والفجار، فإذا ترك القرآن وأطاع غير القرآن فهو قد خرج عن القرآن. ولذلك لينتبه كل إنسان يزعم أنه يؤمن بالقرآن وأنه أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فيزعم بعد ذلك أن جبريل غلط، يقول بعضهم تاه الأمين، يعني جبريل تاه، كان يريد أن أرسله الله ليعطي الرسالة لعلي فغلط وعطاها لمحمد، نعوذ بالله من هذه الخرافات. طيب كيف يغلط بين اثنين، كيف يخطئ بين اثنين، أحدهما سيدنا محمد عمره 40 سنة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عمره 10 سنوات، فكيف يخطئ بين ولد صبي صغير وبين كبير؟ والله أرسله ووصف هذا الملك من جملة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ينفذون ما يؤمرون به، هذا أليس تكذيب للآية؟ ينتبه إلى نفسه من يعتقد هذا الاعتقاد الخرافي حتى ما يزعل عندما يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحشره مع جملة الكفار في جهنم، تاه الأمين. بعدين إخواني، إذا كان الأمين تاه ما بيصلح خطأه تاني يوم، تم عاصي ربه وتمهن نفسه والعياذ بالله تعالى، والله يقول لا يعصون الله ما أمره. وإذا كان أخطأ هذا الأمين ربه ما عرفان ماذا أخطأ، يقول له أرسلتك إلى فلان فذهبت إلى علان، ما هذه الخرافات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من الفرق التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أنها ليست على نهج الحق، لأن الذين على نهج الحق قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي،
فهم يسبون ويشتمون ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بهذه الخرافات الضالة المضلة ويزعمون أنهم سيدخلون الجنة. سنرى، كل إنسان يختبر نفسه ويفكر أنه عندما ينزل للحفرة هذه الخرافات هل تنفعه عندما يقف بين يدي الله؟ فإذا كانت تنفعه فانتظروا إنا منتظرون. إذن الإيمان بالملائكة أن يؤمن بالملائكة كما أخبر القرآن عنهم، ولا يخرف خرافات ويترك طاعة الله وينحرف إلى طاعة الطواغيت. الثالث، الإيمان بالكتب السماوية. الكتب السماوية المنزلة من عند الله على رسوله المشتملة على هداية العباد وبيان ما فيه صلاحهم. الله يا إخواني لا يحتاج إلى البشر، غني عن العالمين، أنزل الكتب من أجل بيان الخير والسعادة للبشر. فكل حكم أنزله الله للبشر سواء من الأحكام السابقة في الكتب السابقة أو الكتب التالية إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تهدف إلى مصلحة العباد على حسب تطور الشعوب من جيل إلى جيل. فالمؤمن يؤمن بالكتب السماوية المنزلة على الرسل. الإيمان بالكتب، قد يقول أحدنا هذه الكتب محرفة، والدليل على تحريفها وجود طامات من التخريف فيها. قرأت في العهد القديم والعياذ بالله تعالى، أسأل الله العافية، أن داود زنى بكنته وزوج ابنته، زعموا أنه التحريف، يعني ما هو التوراة يقول هذا، حاشا لله أن ينزل هذا ويبين. زعموا أن داود زوج ابنته وكان صغيرا، فمر داود بكنته فخلعت ثيابها، يعني تكشفت، فظنها زانية، فقال بكم تدخلين معنا؟ قال بكذا وكذا، يعني اتفقت معه على الخاتم اللي ورثه عنه سليمان، خاتم النبوة، والعصا، عصا موسى عليه السلام اللي ورثوه من موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه، عفوا، اللهم صل على سيدنا محمد، اتفق معها على ان يعطيها حيوان صغير من السخلة او هيك شيء. فلما قضى وطره ولم يكن معه السخلة، وضع معها خاتمه والعصا رهان، يعني حتى يرسل لها الاجر. فاخذت العصا والخاتم وانصرفت، ما بدها، هي تريد تاخذ عليه هذه الحادثة. فعندما حملت قالوا له زنت كنتك، يعني ابنك صغير وهذه حبلت، معناها زنت. فحاكم عليها، فحاكمها وحكم عليها بالحق بالمحرق. فلما أتي بها لينفذ عليها الحكم أظهرت الرهان، طلعت له العصا والخاتم، فعلم أنه منه، يعني أن البطن منه، يعني هو الزاني. شوفوا الثقافة، شوفوا الكفر. فأوقف التنفيذ، إذا الحكم صدر بحرقها ولكن أوقف التنفيذ، حتى تعرفوا أيها الناس، أيها البشر في كل جهات العالم، أن تشاريع اليهود السخيفة الخرافية الكاذبة انتشرت في قوانين العالم كلها. فأنت ترى في قوانين العالم تصدر أحكام رهيبة، عندما يكون واحد من الكبار يرتكب الجرائم الفظيعة ويخشى أن يعني الناس يسوروا كذا، يقبض عليه ويحاسب ويحاكم ويحكم بالإعدام أو بسجن 50 سنة أو 25 سنة، ثم يوقف التنفيذ. مع وقف التنفيذ، مع السلام، يعطيك العافية. هذه من الخزعبلات اليهودية التي زاعت وشاعت ونشرها اليهود في العالم، وحتى يعرف العالم أجمع بصمات اليهود كيف تدخل عن طريق الصهينة إلى كبار الدول التي تزعم أنها على الحق وأنها فيها العدل وفيها القضاء الجيد وكذا، وقضاؤها ليس محكم، إنما هي تحكم بالباطل وبأفكار محرفة وكاذبة لا أصل لها. إذن عندما يقول لنا قائل إن بعض الكتب السماوية أو كل الكتب السماوية السابقة حرفت، مو كلها، يعني دخلها التغيير، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فكيف نؤمن بها؟ نقول نحن نؤمن بها جملة، يعني أن الحق الذي فيها أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله فلان من الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما تفصيلا الخرافات الموجودة فيها لا نؤمن بها.
كما يزعمون والعياذ بالله تعالى أيضا في العهد القديم أن لوط زنى ببناته، قال بعد أن أهلك الله العالم، الله ما أهلك العالم، أهلك قوم لوط بس، فقط قوم لوط. قال عندما أهلك الله العالم جاءت بنت لوط الكبرى فقالت لأختها أنا سقيت أبي خمرا فنمت معه، فالصغرى أيضا فعلت ذلك وسقت أباها خمرا فنامت معه، وكان من الصغرى كذا وكذا من أهل السام وهذا من الكبرى كذا، وانتشرت البشرية من جديد. هذا كذب. قوم لوط الذين أهلكوا في غور فلسطين وليس كل العالم، بقي لوط وبقي من آمن معه وليس ابنتيه فقط حتى يزني بهما، هذه أباطيل لا أصل لها. فنحن عندما نؤمن بالكتب السماوية نؤمن بأنها حق وأن الخير الذي فيها أنزل على البشرية، ولا زال بعض الخير في بعض أهل الكتب السماوية موجود إلى يومنا هذا، بعض الخير وإن كان حرفوا، ولكن لا نؤمن بالتحريف ولا نؤمن بالجزئيات، نؤمن فقط بالقرآن الثابت الذي حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن حفظه الله تبارك وتعالى. آمن الرسول ما أنزل عليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله واحد اثنين وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، الإيمان بالرسل أيضا نؤمن بأن الله اختار رسلا من كل قوم من الأقوام ليدعوهم إلى الله وأنزل عليهم كتبا. والكتب السماوية ذكر القرآن 25 منها التوراة والزبور والإنجيل وكذا إلى آخره، والصحف التي أنزلت على إبراهيم وآخرها القرآن، فنؤمن بها جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إليك المصير هنا الركن الخامس من الإيمان، إليك يا الله المرجع، سنرجع إليك وتحاسبنا على أعمالنا وتجزينا بالخير خيرا وبالشر شرا، وإليك المصير. ثم يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.